عداد الفرغوشتي الإدريسي، وهو أقول وهو معطر المعطرين بوزارة الداخلية المغربية في ظل العرش العلوي المجيد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده وأعز أمره. أحبتي في الله، المحب لدينه، المحب لدينه ولوطنه ولمالكه، مكرمنا السيد عبد الله عدنان من الشخصيات والكفاءات الوطنية المعتمد عليها. إنه أستاذي الذي أمتن بما تعلمت منه، ولقنني ولقد لاحظت بأنه يتحلى بالصبر والإخلاص والدعاء والاستعانة بالله تعالى في كل شيء، ويحاول لتقوية الصلة بخالقه الله تعالى. إن المحترم المواطن الغيور رجل حكيم موقر، ورجل قانون ممتاز، أقول رجل قانون ممتاز، محنك في القانون، متقن وحافظ لمهنته، وهو مثل يقتدى به كمسؤول ناجح، صدوق ومستقيم ومعتمد، صاحب الحلم والانضباط والقوة في أخذ القرارات الصالحة. ويتميز السيد عبد الله عدنان السرغوشتي رجل السلطة، أقول ويتميز رجل السلطة هذا السيد عبد الله عدنان بالحوار الهادئ أثناء اللقاءات الصافنة. أعوذ بالله من الشيطان. فالسيد عبد الله عدنان تقلد عدة مناصب على الصعيد الوطني، سواء بوزارة العدل التي منها التحق في بداية الثمانينات من القرن الماضي، إلى وزارة الداخلية التي اشتغل بها إلى غاية اليوم. Actuellement formateur des formateurs au ministère de l'Intérieur. وقد ساهم في مجموعة من التكوينات، على سبيل المثال للحصر، تكوين الشرطة الإدارية بفاس، التكوين حول التوثيق والتنفيذ بفاس، التكوين حول فوندرالوجي بجامعة الأصوين، والتكوين لتكوين المكونين بجامعة الأصوين بإفاس، وتكوين حول مؤسسة الكاتب العام وآفاقها، وتكوين حول اختصاصات الكاتب العام بجامعات الدولية بالرباط سور، وتكوين حول الحالة المدنية، كما شارك في إعداد التصميم الجماعي للتنمية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية واللائحة طويلة. الأخوات والإخوة السعداء، إن السيد عبد الله عدنان السرغوشتي الإدريسي في مثابة أخي، ولقد حصل على مجموعة من الشهادات والاعترافات بكفاءته وإخلاصه لوطنه الحبيب المغرب. ومن هذا المكان أقول بصوت عال، إن المتواضع أستاذي العزيز رجلكم يستحق التكريم، يستحق التكريم، وأتمنى له أن يكرمه الله تعالى ويجعله